بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الطب هو العلم بمداواة المرض، والمرض هو اعتلال الصحة، والطب إدلال، وهذا موجود الآن بكثرة عن طريق الكليات النظامية للطب إلى آخره. والطب نوعان، النوع الأول طب بالأمور المحسوسة من الأدوية والعقاقير ونحو ذلك مما هو معروف، والنوع الثاني طب في الأمور المعنوية من القراءات والأدعية والأذكار المشهورة. وتعلم الطب حكمه فرض كفاية، لأن الناس أو لأن المسلمين في الجملة محتاجون إليه، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن بقية الناس، لأن حفظ النفس من الضروريات الخمس، ولا يمكن حفظ النفس إلا عن طريق معرفة الطب، أو معرفة الطب طريق من طرق حفظ النفس. وأما بالنسبة للتداوي فكما ذكرنا أن التداوي ينقسم إلى قسمين: القسم الأول التداوي بالأمور المحسوسة من الأدوية والعقاقير ونحو ذلك، والقسم الثاني التداوي بالأمور المعنوية من القراءات والأدعية المباحة والأذكار المشروعة. المشروع للمسلم أن يستشفي بكتاب الله عز وجل إذا نزل به مرض، أو حتى لو لم ينزل به مرض، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم له ورد يقرأه كل يوم من كتاب الله عز وجل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ورده في الليل، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقرؤون أورادهم في الليل، ولهذا ذكرت عائشة كما في الصحيحين والمغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تبطر قدمه من طول قراءة. حديث حذيفة في صحيح مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل قرأ في ركعة واحدة ما يقرأ من خمسة أجزاء. حديث مسعود أيضا في الصحيحين أنه قال قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى هممت بأمر سوء، قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأن أدعى من طول قراءتي عليه الصلاة والسلام. وأيضا في صحيح مسلم من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن، كان له ورد، وكذلك أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت لهم أوراد يقرؤونها من كتاب الله عز وجل، كانوا يقرؤون أورادهم بالليل، وإذا نام الإنسان عن ورده قرأه في النهار، هذا هو السنة، قضاه وقرأه في النهار. كذلك أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن ينام جمع كفيه وقرأ فيهما بسورة الإخلاص وسورتي الفلق والناس معوذتين، يفعل ذلك ويمسح، ينفث بيديه ويمسح ما استطاع من بدنه، يفعل ذلك 3 مرات. فهذا نوع من الاستشفاء بكتاب الله عز وجل. ومن الاستشفاء بكتاب الله عز وجل المحافظة على أذكار الصباح وأذكار المساء، فهذه 3 طرق للاستشفاء بكتاب الله. هذا من حيث العموم، أول شيء الإنسان يحافظ على الورد أو حزبه، يحافظ على حزبه من كتاب الله، وثانيا يحافظ على الأذكار في الصباح وفي المساء، وثالثا عند النوم أيضا
يشرع له أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث العموم. ثم بعد ذلك إذا وقع به مرض فإنه يستحب له أن يرقي نفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه، ورقته عائشة ورقاه جبريل عليه السلام قبل أن يصير إلى الأدوية الحسية. ينبغي له أن يلجأ إلى الله عز وجل وأن يرقي نفسه بكتاب الله وأن يدعو الله عز وجل إلى آخره. فنفهم أن التداوي بالأمور أو بالأدوية الإلهية أنه مقدم على التداوي بالأدوية الحسية من العقاقير ونحو ذلك. أما بالنسبة لحكم التداوي، أما بالنسبة لحكم التداوي، إحنا ذكرنا التداوي بالأدوية الإلهية هذا مقدم كما ذكرنا أنواعه، المحافظة على الحزب من القرآن، المحافظة على أذكار الصباح والمساء، المحافظة أيضا على آداب النوم كما تقدم أن من آداب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع كفيه وينفث فيهما بسورة الإخلاص والمعوذات ويمسح ما استطاع من بدنه، أيضا إذا وقع به المرض على سبيل العموم. ثم بعد ذلك إذا وقع به المرض فإنه يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء والرقية، يرقي نفسه دون طلب، لأن الطلب كما سيأتينا طلب الرقية هذا ينافي التوكل، ينافي كمال التوكل، بل هو يرقي نفسه ويدعو الله عز وجل. هذا فيما يتعلق بالأدوية الإلهية. وأما بالنسبة للأدوية الحسية بعد ذلك ما يتعلق بالأدوية الحسية، فالتداوي كما تقدم لنا أنه جائز من حيث الجملة، لكن ما هو حكم التداوي؟ ما هو حكم التداوي؟ اختلف العلماء رحمهم الله في التداوي، في حكم التداوي، فقيل بأن التداوي مباح، وقيل بأنه مستحب، وقيل بأنه متأكد، وقيل بأنه متأكد، فقيل بأنه مباح، وقيل بأنه مستحب، وقيل بأنه متأكد، وقيل بأنه مكروه. والأقرب في ذلك أن يقال بأن التداوي ينقسم إلى أقسام. القسم الأول، القسم الأول إذا كان ترك التداوي يؤدي إلى الهلاك، إذا كان ترك التداوي يؤدي إلى الهلاك فنقول بأن التداوي هنا واجب، لما تقدم من أن حفظ النفس واجب وهو أحد الضرورات الخمس، مثل ما يوجد الآن بعض السرطانات ونحو ذلك لو تركت في بدن الإنسان فإنها ترعى في البدن حتى تأتي عليه، فإذا كان إذا كانت ترك التداوي يؤدي إلى الهلاك والتداوي يغلب على الظن نفعه فنقول بأنه يجب التداوي، إذا كان يغلب على الظن نفعه وتركه يؤدي إلى الهلاك فنقول يجب التداوي. القسم الثاني أن يغلب على الظن نفع هذا الدواء لكن تركه لا يؤدي إلى الهلاك. مثال ذلك الإنسان يصاب بصداع، يأخذ مهدئ من هذه الحبوب يهدى عليه الصداع، لكن لو ترك ذلك نفعه الآن غالب وليس غالبا، ها يغلب على الظن نفعه، لكن لو ترك التداوي هل يؤدي ذلك إلى الهلاك ولا يؤدي؟ نقول لا يؤدي إلى الهلاك، فنقول بأن التداوي مستحب،
القسم الثالث، القسم الثالث ألا يغلب على الظن نفعه، بل يتساوى الأمران، يعني يحتمل أن هذا الدواء نافع ويحتمل أنه ليس نافعا، يتساوى الأمران، فهذا الأولى ترك التداوي. إذا كان لا يغلب على الظن نفعه نقول الأولى ترك التداوي. فأصبح عندنا أن التداوي ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا عبد العزيز الدروردي عن يزيد وهو ابن عبيد وهو ابن عبد الله ابن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل. اشتكى يعني مرض، يعني إذا اشتكى يعني مرض، رقاه جبريل قال بسم الله يبريك من ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين. في هذا مشروعية رقية المريض، وأنه يستحب إذا مرض الشخص أن يرقى، والمحذور هو طلب الرقية، بل المشروع والسنة إذا زرت مريضا أن ترقيه، كما هو في هذا الحديث وفي غيره من الحديث أن مسلم كان إذا اشتكى إذا مرض رقاه جبريل. ونقول يستحب إذا مرض الشخص، إذا مرض قريبك إلى آخره، أو إذا زرت مريضا أن ترقيه، كما هو فعل جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا نأخذ من هذا أيضا أن كون الإنسان يرقي نفسه أنه لا ينافي التوكل، كون الإنسان يرقي نفسه أن هذا لا ينافي التوكل. أيضا كونه يترك شخصا يرقي هذا لا ينافي التوكل، لكن الذي ينافي التوكل ما هو؟ هو الطلب، طلب الرقية، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم عنهما في قصة الثمانين، في قصة سبعين ألفا ليدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال لا يسترقون ولا يكتوون ولا يطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قوله لا يسترقون، هذه اختلف فيها العلماء رحمه الله كثيرا، ما المراد بقوله لا يسترقون؟ فقيل بأن المراد، فقيل بأن هذا حيث منسوخ كان في أول الأمر ثم بذلك نسخ، وقيل بأن المراد أنهم لا يسترقون بالرقى الجاهلية التي يكون عليها أهل الجاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرقى ما لم تكن شركا. وقيل بأن المراد لا يسترقون، يعني لا تتضمن رقاهم شيئا من أسماء الجن أو الطلاسم أو نحو ذلك من المحاذير الشرعية. وقيل بأن قوله لا يسترقون المقصود بذلك طلب الرقية، يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، وهذا هو ما اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. بهذا نفهم أن طلب الرقية أنه هو الذي ينافي التوكل. أما لو أن الإنسان مرض ثم جاء شخص ورقاه دون أن يطلب، هذا لا بأس، أن مسلم وهو سيد المتوكلين رقاه جبريل بلا طلب، أو رقى نفسه، فإن هذا جائز ولا بأس به. قال رقاه جبريل قال بسم الله يبريك، يعني يشفيك. وأيضا يؤخذ من هذا أنه يستحب لمن رقى غيره أو رقى نفسه أن يعنى بالألفاظ الواردة في السنة، مثل هذه الألفاظ بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك
ومن شر حاسد إذا حسد. المقصود بالحسد هنا يعني من شر حاسد إذا حسد، الحسد من حيث العموم قيل بأنه تمني زوال النعمة عن الغير، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لا، الحسد هو كراهة النعمة للغير، فإذا كره وإن لم يتمنى، مجرد أنك تكره أن أخاك أصاب نعمة، هذا هو الحسد، لأن في هذا مضادة لحكمة الله عز وجل وقضائه وقدره. فالإنسان لا يجوز له أن يكره قضاء الله وقدره، هذا خلاف الإيمان بهذا الركن. المقصود هنا شر حاسد إذا حسد شر العين التي تصيب الإنسان، ولا شك أن هذه العين أنها نوع من الحسد، يعني الإصابة بالعين هذه نوع من الحسد. قال ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين، وفي هذا إثبات العين، في هذا إثبات العين، والعين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم العين حق يعني الإصابة بالعين حق، قد دل عليها القرآن في قول الله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. فالعين حق. والعين سببها العين سببها قد يكون السبب هو الحسد، يعني السبب حصول العين سبب العين قد يكون السبب هو الحسد، وهو كراهة هذه النعمة التي أصابت الغير. ولهذا قال ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين. وقد لا يكون السبب هو الحسد، بل مجرد أنه قد أنه ما يكره هذه النعمة. ولهذا الإنسان قد يعين ولده، قد يعين ولده، قد لا يكره مثل هذه النعمة إلى آخره، فتكون من الأسباب التي قدرها الله عز وجل. وقال والعين هذه، قال بعض العلماء يعني كيفية الإصابة بالعين، ما هو كيفية الإصابة بالعين؟ قال بعض العلماء الإصابة بالعين هي سبب من الأسباب التي قدرها الله عز وجل عند حصول هذا النظر. عندما يحصل هذا النظر فإن الله سبحانه وتعالى يقدر عند حصول هذا النظر حصول هذه الآفة للمنظور. وقال بعض العلماء أن العائن عندما تتكيف نفسه الخبيثة بهذا النظر فإن الشيطان يقوم بالتأثير في بدن المسحور والمنظور إلى آخره. على كل حال العين نقول بأنها حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والإصابة بها حق، وأنها سبب من الأسباب التي قدرها الله عز وجل لحصول الآفة والإصابة. نعم. قال وحدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب عن أبي نظرة عن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ فقال نعم. قال بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. نعم.
قول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اشتكيت، يعني مرضت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فيه أو يؤخذ من هذا أن الإخبار، أن إخبار الغير بالمرض أنه ليس من الشكوى. يعني كون الإنسان يخبر بما أصابه من مرض أن هذا ليس من الشكوى إلى المخلوق، وأن هذا جائز ولا بأس به. والشكوى تنقسم إلى قسمين. الشكوى هي الإخبار بالمرض، هذا الإخبار أو هذه الشكوى تنقسم إلى قسمين. القسم الأول شكوى مذمومة، والقسم الثاني شكوى محمودة غير مذمومة. الشكوى المذمومة هي الإخبار بالمرض على وجه التضجر، أن يخبر بالمرض على وجه التضجر، فنقول بأن هذه شكوى مذمومة لأنها نوع من شكوى الخالق إلى المخلوق. القسم الثاني مجرد الإخبار بالمرض دون أن يصحب ذلك شيء من التضجر ونحو ذلك، بل يكون مقرونا بالصبر والرضا بقضاء الله وقدره، فإن هذا جائز ولا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما أصابه إلى جبريل عليه السلام. وفي هذا أيضا سؤال المريض هل أصابه مرض أو نحو ذلك، أو من ظهرت عليه علامات المرض سؤاله، وأن هذا لا بأس به، وليس من سؤال المرء ما لا يعنيه. وفي هذا أيضا الرقية من غير طلب كما تقدم، وفيه أيضا أنه ينبغي لمن رقى أن يعنى بالألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق. معنى العين حق يعني أن الإصابة بالعين حق، وليس ذلك من قبيل الوهم ونحو ذلك، لا، بل هي حق، وأن الإنسان قد تصيبه العين. وفي هذا الحديث إثبات العين وإثبات الإصابة بها، وقد دل على ذلك القرآن والسنة، قد تقدم ذلك. قال: وحدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي وحجاج بن الشاعر وأحمد ابن خراش قال عبد الله أخبرنا، وقال الآخران حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. فيه أن العين حق، وقد تقدم بيان ذلك. نعم. وفيه أيضا إثبات القدر، وأن القدر ثابت، والقضاء أو الإيمان بالقضاء والقدر هذا ركن من أركان الإيمان. نعم. وفيه أن العين من قضاء الله وقدره. نعم. وفيه أن القدر سابق للعين، لأن القضاء والقدر مكتوب في اللوح المحفوظ. مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربع مراتب: المرتبة الأولى العلم، والمرتبة الثانية الكتابة، والمرتبة الثالث الخلق، والمرتبة الرابعة المشيئة. نعم، المشيئة. فالكتابة سابقة على حصول الخلق،
وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، يعني كل شيء مسطر. فكتابة حصول هذه الآفة بالعين ها هذا سابق على حصول ماذا؟ سابق على حصول العين. قال وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني فيه أن من أسباب شفاء العين أو من طرق علاج العين أو الطريق الأول كما تقدم لنا وهو طريق ماذا؟ الرقية، نعم طريق الرقية، الرقية كما تقدم رقية جبريل عليه السلام، نعم بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، هذا الطريق الأول طريق الرقية. الطريق الثاني بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا طلب منكم الاستغسال إلى آخره فإن الإنسان يغتسل، يغتسل للمعان، يعني العائن يغتسل للشخص الذي عانه، يعني يغسل بعض بدنه أو بعض ثيابه التي تباشر البدن إلى آخره، ثم بعد ذلك يصب على العائن، وهذا بإذن الله عز وجل من أسباب الشفاء. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، قالت حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعل وما يفعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه، جاءني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي الذي عند رأسي ما وجع الرجل؟ قال مطبوب، قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم، قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة، قال وجب طلعة ذكر، قال فأين هو؟ قال في بئر أدروان، نعم قال نعم في بئر ذي أروان. قالت فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه ثم قال يا عائشة والله لك أن ماءها نقاعة الحنة ولكأن ماءها نقاعة الحنة ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت فقلت يا رسول الله أفلا أحرقته؟ قال لا، أما أنا فقد عافاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا فأمرت بها فدفنت. نعم هذا الحديث في السحر وأيضا فيه بيان شيء من علاج السحر، والسحر في اللغة ما لطف وخفي سببه، ما لطف وخفي سببه، وأما في الاصطلاح فهو رقى وقراءات وطلاسم يتوصل بها إلى التأثير على بدن المسحور وإرادته وعقله، رقى وقراءات وطلاسم وعقاقير يتوصل بها إلى التأثير على بدن المسحور وإرادته وعقله. والسحر سحران، نعم السحر سحران. السحر يعني السحر هل هو كفر أو ليس كفرا؟ نقول بأن السحر سحران. السحر الأول ما كان بواسطة الشياطين فهذا كفر مخرج من الملة، لأن الغالب أن الشيطان لا يخدم الإنس إلا عن طريق ماذا؟ الشرك والكفر بالله، إما أن يذبح
وإما أن يسب الله أو أن يسب نبيه أو أن يسب القرآن أو يمتهن القرآن ها؟ أو أن يسجد له إلى آخره. هذا القسم الأول ما كان بواسطة الشياطين. القسم الثاني ما ليس كفرا وهو ما كان بواسطة العقاقير. إذا كان بواسطة العقاقير هذا ليس كفرا, وهذا معروف عند السحرة معروف عند يستعملون بعض العقاقير تفعل فعل السحر من التفريق والضم, من التفرق بين المرء وزوجه. الرجل يجعل يبدأ يبغض زوجته والزوجة تبغض زوجها إلى آخره, أو أن هذا الرجل ينعطف على هذه المرأة والمرأة تنعطف على هذا الرجل إلى آخره. يستعملوا بعض العقاقير مثل يأتون ببعض الحمضيات وبعض القطران ونحو ذلك ويخلطونها ويجعلونها في بيت هذا وبيت هذا إلى آخره, لهم طرق إلى آخره. فالسحر يعني هل هو كفر أو ليس كفر, هذا اختلف فيه العلماء رحمه الله. لكن الخلاصة في ذلك نقول بأن السحر ينقسم إلى هذين القسمين, ما كان بواسطة الشياطين فنقول بأنه سحر مخرج من الملة, والقسم الثاني ما كان بواسطة العقاقير والأدوية فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا الشافعي رحمه الله قال يقال للساحر صف لنا سحرك, فإن وصف ما هو كفر قتل. نعم. أيضا هل للسحر حقيقة أو أنه ليس له حقيقة؟ أيضا نقول بأن السحر سحران. مذهب أهل السنة والجماعة أن السحر ينقسم إلى قسمين خلافا للمعتزلة. القسم الأول سحر مجرد تخييل, كما سحر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث, يعني مجرد تخييل, فيخيل للشخص أنه عمل الشيء ولم يعمل, ومن ذلك سحر سحرت فرعون يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى, يعني يخيل إليه. القسم الثاني سحر حقيقي ليس مجرد تخيل, يؤثر في بدن المسحور, قد يمرضه قد يقتله إلى آخره. لكن هل الساحر قادر على قلب الأعيان أو ليس قادرا؟ ها؟ ليس قادرا يعني أن يقلب الأعيان, هذا ليس قادرا, يعني لا يقدر أن يقلب الكتاب إلى كتاب آخر أو الحيوان إلى حيوان آخر أو الحجر إلى ذهب إلى آخر, هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى. لكن يخيل لك هذا, يجعلك تنظر الكتاب كأنك تنظر إلى حيوان أو الحيوان كأنك تنظر إلى إنسان, وهكذا سحر التخيل. فالسحر ينقسم إلى هذين القسمين. طيب أيضا من المسائل المتعلقة بالسحر ومن المسائل المهمة وكثرة اليوم في وقتنا الحاضر, وسيأتينا طريق في هذا الحديث طريق من طرق علاج السحر, اتيان السحرة والكهنة. نعم, اتيان السحرة والكهنة. قل اتيان السحرة والكهنة هذا ينقسم إلى خمسة أقسام. نعم, اتيان السحرة والكهنة نقول بأنه ينقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول, قسم الأول أن يأتي السحرة والكهنة ويسألهم ويصدقهم في الغيب المطلق. ها؟ أن يأتيهم ويسألهم ويصدقهم في أي شيء؟ في الغيب المطلق. هذا حكمه ماذا؟ كفر مخرج, كفر مخرج من الملة. يعني أنه يصدق أنه يعلم ما في السماوات والأرض, ها؟ نقول بأن هذا كفر مخرج من الملة. ويدل لذلك قول الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فإذا سأل وصدقه ويعتقد أنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض نقول بأن هذا كفر مخرج من الملة. القسم الثاني أن يأتيهم ويسألهم ويصدقهم في الغيب النسبي,
ليس في الغيب المطلق وإنما في الغيب النسبي، وهو يعتقد أن الشياطين لا تخبره. إيش معنى الغيب النسبي؟ يعني بعض المغيبات، يعني مثلا يسأل عن مرض الشخص فلان مريض وسبب المرض، مسحور وسبب السحر، أين السحر؟ من سحره؟ هكذا لأن الناس يفعلون الآن، يأتون السحرة يقولك السحر الله مسحوره، من سحره؟ وين السحر؟ إلى آخره. وين الضالة؟ الضالة هو أين الضالة؟ أين فلان؟ لأن فإذا سأله عن هذه الغيبيات النسبية، إن كان يعتقد ها أن الشيطان ما يخبره، وش حكم هذا؟ كفر مخرج من الملة. لماذا؟ لأنه اعتقد أنه يستقل بهذا، كفر مخرج من الملة. إذا كان يعتقد أن الشيطان لا يخبره وأنه يستقل بهذه الغيبيات، هذا كفر، لأن معرفة الغيب هذا لمن؟ لله سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فالغيب هذا من خصائص الله. القسم الثالث، القسم الثالث أن يسألهم ويصدقهم في الغيب النسبي، وهو يعتقد أن الشياطين تخبره، وهذا ما عليه أكثر الناس اليوم. يعني يذهب إلى الساحر والكاهن ويسأل عن السحر والمرض والضائع والضال وإلى آخره، ويعتقد ما يعتقد أنه يستغل بهذا، لكن يعتقد أنه بيسأل الشياطين، لأن هؤلاء الشياطين الله سبحانه وتعالى أعطاهم من قوة النفوذ ما يتمكنون به من معرفة مثل هذه الأشياء، فهو عندهم من قوة النفوذ والسرعة والذهاب والإتيان والكثرة واستعانة بعضهم بعض ما يتمكن به من معرفة مثل هذه الأشياء. فإذا كان يسألهم في الغيب النسبي ها وهو يعتقد أن الشياطين تخبرهم، فهذا فيه عقوبتان كما جاء في السنة. العقوبة الأولى أنه كفر أصغر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكاهن فسأله صدقة فقد كفر بما أنزل على محمد. العقوبة الثانية أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، نعم لا تقبل له صلاة 40 يوما، هاتان عقوبتان. واضح؟ القسم الثالث أو الرابع، القسم الرابع أن يأتيهم مجرد اتيان دون أن يسألهم ويصدقهم إلى آخره، فهذا محرم ولا يجوز. مجرد أن تذهب إلى السحرة والكهنة في أماكنهم، هذا نقول بأنه محرم ولا يجوز دون أن يكون هناك سؤال وتصديق إلى آخره. ويدل لذلك حيث معاذ الحكم في صحيح مسلم قال: ومنا رجال يأتون الكهان، نعم ومنا رجال يأتون الكهان، فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تأتهم. قال: فلا تأتهم. ومثل ذلك اليوم موجود لنا من القنوات الفضائية والمواقع في الشبكة العالمية إلى آخره، مواقع السحر والكهانة والدجل، مثل هذا ما يجوز المسلم أن يتصل عليهم أو أن يتابعهم أو أن يسمع لهم أو أن يقرأ لهم، هذا كله من إتيانهم وتكثير سوادهم، نعم لا يجوز. القسم الخامس، القسم الخامس أن يأتيهم لكي ينكر عليهم، لكي ينكر عليهم، أن يأتيهم لكي ينكر عليهم ويرد عليهم، أنا أقول بأن هذا مشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى ابن صياد، ابن صياد ودجال من الدجاجلة، أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه.